مبادرة أطعم تؤجر، مبادرة وطنية تحت رعاية قيادة العامة لشرطة أبوظبي، وبالتعاون مع فريق أبشر يا وطن التطوعي. مبادرة عظيمة، وهذه المبادرة تهدف لتقليل نسبة الحوادث. نكون دائما احنا مستهدفين على عمل الخير في رمضان، واكيد بقياده الاخ يوسف الريسي اللي دائما نحافظ على هذا الشيء، ونشكره على الدعوه هذه. احنا دائما نقول الحمد لله احنا دوله الامارات دوله الامان والخير، ومبارك عليكم شهر، والله يبلغنا رمضان الجاي ان شاء الله باذن الله. وياكم المطوعه تميم النعيمي، حابه اشكر فريق ابشر يا وطن اللي سنح لنا الفرصه للمشاركه في حمله اطعم تؤجر.